فقط اريد جواب وافي استاذ كريم للراي العام، لماذا رغم كل ما صرف من مليارات في الحكومات السابقه ولم تنتج طاقه كهربائيه مستقره في العراق؟ جواب وافي وشافي مختصر جدا، جاوب الناس. الو اي استاذ كريم، الصوت واضح؟ يعني تسمع واضح صوتي؟ اسمعك بوضوح جدا. جيد، تفضل. جيد جدا. انا انطيك الارقام التي صرفت منذ 2005 ولحد 2018، ما هي الكهرباء المنتجة في داخل البلد؟ الان عندنا في الشبكة حسب السيطرة الوطنية 19500 ميجا واط. كنا 2006 كان عندنا بالشبكة، موجود في الشبكة بحدود 4000 ميجا واط. نحن استلمنا و 2010 4000 ميجا واط في الشبكة. قمنا بتطوير المحطات القديمة، صارت بحدود 6000 ميجا واط. هذه أول مصرف. المصرف الآخر شيدنا 22 محطة إنتاج اللي هي تبدأ من البصرة وتنتهي في نينوى، اللي هي شط البصرة. 22 محطة، الوقت لا يسمح أن أذكرها، وأنا على الهواء وأنا مسؤول عن أي حرف أو رقم أتكلم به الآن. أنتجنا ما بين الفترة 2011 إلى 2014 نهاية الدورة قبل السابقة، بأنه 2014 أنتجنا من المحطات الجديدة التي اشتريت من هذه المبالغ 15190 ميجا واط. واضح؟ فإحنا عندنا 15190، هذه دخلت بالشبكة. هناك فلوس صرفت على أربعة محطات أخرى قيد التشييد، اللي هي سامراء 1260، هاي أربع محطات غير ال 22، نين الناصرية 750، السماوة 750، هذه مجموعهم 4440 4410، نضيفها على ال 15190 صار عندك 19500. هذه فقط مضافة جديدة، محطات على الأرض موجودة الآن أسمي لك إياها ويمكن تدقيقها من قبل يا أستاذ أي ماشي أو أي مشاهد. ماشي، لكن وين الطاقة؟ وين أثر هذه الأرقام وهذه المحطات على المواطن؟ أستاذ أنت تسألني على المبلغ وين صرف؟ أي أنا دا أجاوبك على المبلغ وين صرف. هاي عندك 22 محطة إنتاج اللي هي الآن أنت 19000، المفروض الآن أنت من الشبكة موجود عندك 25000 ميجا واط. هنا عندك صار 25000 ميجا واط هي موجودة على الأرض، موجودة، ولكن يا أخي هاي المحطات هي ليست حديد بس تكوم حديد وتسوي محطات، هاي فلوسك صرفت في هذه المحطات. هاي أولا الإنتاج من يصير غير انت تنقل تودي الى المدن، هذا المبلغ يراد له محطات 400 ومحطات 132، فانت راح انطيك سبع محطات 400